ليه بقى يا دكتور ان العاصمة الإدارية الجديدة أكتر عاصمة جديدة وأكتر مدينة جديدة بيتقال عليها ان هي لشريحة معينة وبتستهدف شريحة معينة ومفيش حد تاني؟ يعني في نظرة كده طبقية لا لا خالص. للعاصمة ما هو الجديدة؟ بص حضرتك، هقول لحضرتك على حاجه. احنا عندنا شرق القاهره بالكامل في مجموعه من المدن الكبيره، فانا عندي حجم كبير في مدينه بدر للاسكان الاجتماعي وللاسكان المتوسط موجود هناك، فانا بستوعب كل الزيادات. مدينه بدر جنب العاصمه على طول مباشره، يعني تقريبا تقريبا الوقت طريق قد ايه؟ بيفصل بينهم طريق السويس. ده مفيش يعني. انا موفرين هناك عدد، احنا بدانا دلوقتي تنفيذ 10,000 وحده، متوقع اخر السنه ان شاء الله يكونوا منتهيين. دول موجودين علشان خاطر الموظفين، حد عايز ينقل متوسط يكون الدخل او ما شابه متوسط يعني. دخل او اقل يقدر ينقل هناك بسهوله، وهتبقى ليها طريقه في التخصيص والكلام ده كله. فما فيش مدينه ما بس فيهاش جوه مستويات. المدينة ما فيهاش اسكان متوسط او في اسكان متوسط؟ لا في اجتماعي. متوسط بس ما فيش اجتماعي، لان انا بقول لحضرتك انا عندي حجم كبير جدا موجود في المدن اللي حواليها، فانا مش يعني هعمل حجم تاني جوه العاصمه ليه؟ كنت انا اقدر استوعبه في المناطق اللي انا شغال فيها بالفعل، واقدر انفذها بسهوله. يعني اقدر من خلال يعني في المدن اللي حوالين العاصمه انا منفذ الاسكان ده، ومفيش يعني مسافات كبيره قليله جدا، 7 كيلو مثلا حضرتك تبقي في الوزاره اللي انت شغاله فيها او في المنطقه اللي انت شغاله يعني فيها. ده سؤالي بقى، بما في ذلك الموظفين اللي هينتقلوا الى طبعا. العاصمه الجديده في بدر او في بالظبط. المدن او المناطق السكنيه اللي حول العاصمه الاداريه الجديده. مظبوط. بلس طبعا الخدمات كلها بتبقى متوفره لكل الناس، وهي مش بتاعت فئه معينه، بالعكس لكل الفئات. بس زي ما بقول لحضرتك، حضرتك لما تيجي تشتغلي وعندك منطقه ملاصقه ليها موجود فيها المستوى ده، مش معقول هبداه دلوقتي يعني، فببدا اخلصه والناس تقدر تسكن فيه بسهوله، وهو قريب جدا من منطقه اللي هي الوزارات والخدمات الحكوميه والكلام ده، وبسهوله جدا توصلي لها. فاحنا موفرين الحمد لله، مستوى الاسكان ده موجود، واحنا بالعكس احنا اكتر مستوى اسكان واكبر عدد بنوفره اللي هو الاسكان الاجتماعي ده، اكبر نعم عدد على صحيح. مستوى الدوله احنا موفرينه، والدوله بتتحمل على كاهلها انها يعني ما بتدفعش المواطن غير تكلفه الانشاء وبتدعمها، يعني لا ولا تكلفه ودي مرافق مدعمة كمان يعني. ولا ارض ولا اي حاجه، هو بس مجرد ان هو بيتحمل ثمن الوحده، ثمن تكلفه الانشاء تقريبا الوحده. كم وحدة إسكان اجتماعي أو متوسط دخل حول العاصمة الإدارية الجديدة؟ هو انا اللي انا بقول لك اللي هو احنا مخصص كمان للعاصمه، في 10,000 وحده دلوقتي حاليا بنشتغل فيهم. دول المخصصين للعاصمة. والمفروض ان احنا هنشتغل في حوالي في 50,000 وحده تانية جنبيهم برضو للمستوى المتوسط والمنخفض، ده مع توفير المواصلات بقى والخدمات كل حاجه يا فندم. بس للموظفين. بص حضرتك، اصل لما اقول لك اول حاجه اتدرست في العاصمه شبكه الحركه، ان لأن دي حضرتك دايما بتبقى المشكلة يا دكتور. ازاي تربط الدنيا ببعضها، ان انت تقدر ازاي حتى لو واحد مش هيسكن في العاصمه يقدر يوصل للعاصمه ازاي بسهوله. حضرتك يعني الطريق الدائري الاوسطي ده بيربط تقريبا كل مدن القاهره من اول اكتوبر يعني بيمشي حضرتك بيعدي اكتوبر ويروح 15 مايو، وبعد كده يروح القاهره الجديده والعاصمه، وبيعدي على الشروق وبدر، وبيروح لحد بالبيس. ده حضرتك كل الطريق تقريبا كله على بعضه لو خدتيه من اوله لاخره ما بيكملش ساعه. ده طبعا بيوفر سهوله جدا ان حضرتك تتحركي من غير ما تخشي في وسط البلد والكلام ده كله. ده ان شاء الله قرب برضه ينتهي يعني. فاول حاجه مراعينها، لان دي كانت مشكله في المدن اللي قبل كده، ازاي توصل للمدينه؟ صحيح، يعني مش تعمل مدينه والناس مش عارفه توصل لها، دي لا كانت ازاي مشكلة فعلا. توصل للمدينه دي؟ فده الحمد لله متوفر في كل المدن اللي احنا شغالين فيها دلوقتي، وده بنبداه قبل ما نبدا المدينه. وصلنا لفين يا فندم فيما يخص الإسكان الاجتماعي أو المتوسط عفوا الخاص بالمدينة؟ بتاع للعاصمه العاصمة، يعني، العاصمة الإدارية العاصمه انا بقول لحضرتك اخر السنه ان شاء الله يكون منتهي يكون منتهي باذن الإسكان الله. المتوسط. وعندنا طبعا اللي هو الار 3 الحي السكني الثالث، ده تقريبا يعني خلاص احنا بنقفل فيه بالكامل، وطرحنا فيه وحدات قبل كده للمواطنين وتخصص فيه جزء كبير تقريبا ده 2000 متوسط يا دكتور؟ متوسط وفوق متوسط. خصصنا فيه عدد كبير من الوحدات، دلوقتي بنطرح مجموعه من الفيلات برضو هناك، مستوى طبعا ده مستوى فاخر شغالين فيها دلوقتي كطرح، والحمد لله الاقبال طبعا بيبقى كبير جدا على في السكن في العاصمه يعني. امتى الناس تقدر تسكن او اول ناس تقدر تروح تسكن في 26 العاصمه 20 ان الاداريه شاء الجديده؟ الله تبدا الناس تسكن. هيكون في خدمات متوفره الخدمات انه مدينه يعني احنا حي. المرافق اللي هي الميه والصرف والكهرباء والانترنت ده ان شاء الله شغالين فيه دلوقتي، تقريبا في حاجات خلصت في الاحياء السكنيه يعني. لما يبدا 26 20 ان شاء الله بيبقى المواصلات شغاله والدنيا كلها تبقى مكتمله، بحيث ان هو يقدر يروح هناك بسهوله.